وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من تركيب عدادات المياه بمنطقة المدابغ بمدينة الجلود بالروبيكي، وكذا السعي بأقصى سرعة للانتهاء من تنفيذ الصرف الصناعي الخاص بالمدينة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة الموقف البيئي للمدينة وكذا الوقوف على ما تم تنفيذه فيما يتعلق بتركيب عدادات المياه. وأشار مدبولي إلى حرصه الدائم على متابعة آخر المستجدات والتي تتعلق بمدينة الروبيكي والوقوف على مدى التزام المصانع القائمة بالاشتراطات البيئية.